من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا طالب السعادة، اعرف النعمة واشكرها، اعرف النعمة واعترف بها، وما أكثر النعم التي تتقلب فيها. إذا فاتتك نعمة فقلب النظر فيما أفاض عليك ربك من نعم لا تعد ولا تحصى. صدق ربنا عز وجل إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن ذلك مما يجعلك ترضى عن حالك، فإن من منع لطالما أعطى، وإنما أعطى أكثر مما منع، وهو الذي اسمه الكريم الوهاب المعطي. ثم انظر أيها العبد إلى عظيم ما أتاك الله سبحانه وتعالى وقارنه بما حرمته. انظر إلى نعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة العمر والوقت ونعمة سلامة الحواس والصحة والعافية وغير ذلك من النعم التي هي أصل لغيرها. ومما يجعلك أيها العبد ترضى أن تقارن حالك بحال من هو دونك، وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، فهو أجدر ألا تحتقروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. نعم أيها المريض، انظر إلى من هو أشد مرضا منك، ويا من ترى نفسك محتاجا انظر إلى من هو أشد حاجة منك، ويا من يرى نفسه مظلوما محروما انظر إلى من هو أشد حرمانا منك. أيها المؤمن، اعرف النعمة واشكرها، تكن من السعداء إن شاء الله تعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.